أبشركم يا الربع ما دخلها لي. الله يحفظك ويستر عليك ويحفظ لك سيارتك ويحفظ لك أحوالك ويحفظك أنت ما شاء الله. أبغى يشمع في الجدار. أبشركم يا أخواني خلصت الشاور نحمد الله ونشكره. من يوم جيت ما دروشت من قعد في ذا المشب ولا حولي حد ومختلع من بوي الله يطول عمره والركوتان لعب فيني ما غلا انت مسد حرام انك اني عجوز والأمور الحمد لله يعني نقول إن شاء الله أن الدنيا تمشي أنتوا سمعتوا. لكن ليه ذا الحين بوي ما يعني ما قد قابلته ليه ذا الحين ليومكم هذا ممكن لعله وعسى ان شاء الله انه يهدى. باورد على امي ذا الحين بنشوف ايش العلم ايش الموضوع. والله ان كل شيء لزعل الوالد والله ان امي تقولي ان ابوك زعلان بس ما توقعت يعني الصدق والله اني استهبل صراحه يعني ما عندي الا الخريط والله اني يعني ماني بصامل ماني بقادح. ذاك اليوم اقول لكم قد سمعتوا بالقدحه؟ لا والله انا بكبري ما سمعت بالقدحه ماني اقدح. لكن والله ذاك اليوم المحتوى ذاك اليوم انه سبب مشكلة صراحة لكن بنحل هذا الحين. بس قبل كل شيء الربع هذه أكثر نظارة إن سألت عنها هذه تذكرونها كل ما ألبسها يسألوني عنها. اسمعوني على الطاري أبوريكم النظارات اللي أنا اخترتها من شي إن وبرضو عشان تلحقون الكود. اتفقنا؟ اتفقنا. هل عادي أحد يسألني وهذه الإضاءة برضو تذكرون الإضاءة دي اللي وريتكم إياها في ناس لا زالت تسألني عنها يعلم الله وبرضو الإضاءة هذه يعني شريت أشياء كثير من شي إن بعطيكم إياها هذا الحين وبعطيكم أرقامها وتلحقون فعاليتهم اللي في البوليفارد الفعالية الحقوا عليها بتحصلوا هناك أشياء واجد والكود الخصم MS1 يخصم لك تقريبا 15%. اتفقنا؟ اتفقنا. هنفتاكم اطلبوها ويعني حاولوا ما تسوي ثاني مرة لأن يمكن ما تحصلوني يمكن ذا الحين بتقوب مصيبة ما عاد فيه مش طبعا يا اخواني خيارات شي ان مره كثيره بس لا تنسون تستخدمون كود الخصم اذا تبغى خصم طبعا فاكيد كلنا ندور الخصومات واي شيء والله صدق اشوفه واشتري من شي ان ابعطيكم فيه علم والله يجعلها بالعافيه. دقيقه نسوي بروفات اذا مثلا قابلني ابوي فجاه عند الباب ولا قابلني في احد الاماكن. ايش انا والله لا ما تجي. اوفر 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 أتجحد. شن دمك تقل؟ لا أبوك 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 أبوك. الله الذي لا إله إلا هو. إني إذا مت أنا درسي. ها؟ ترى أبوي عاطفي شوي ممكن تمشي معه. إذا مت أنا بتتذكر أنا ولا السيارة؟ طيب إذا قال السيارة إيش كيف تسوي؟ لا. أسوي لك عريق وسامة. إيش في؟ لا يا عم سأسوي المقال. طبعاً يا أخواني السلام عليكم. كان بوك منعك من شيء في رجزي لا تنقل والله والله كلام الأب أب كأب إيش تنقل إيش تفتش إيش تسرق المشكلة مني والله المشكلة مني والله خلصت من عنده قبل شيء الربع وطلعت من عنده ما عليه راضينا والله أني علمتها قلت ما الله أنه كذب والله أنه خريط والله أني قاعد أسوي كني وكني وكني وابوي صاحب مبدا دائما ابوي صاحب مبدا يقول شوف السياره خذها عادي بس ليش التصرف هذا يعني صغرني صراحه عادي ما
انا صغير في عينه لين اموت، وانا صغير في عين ابوي. ودك في عين والديك تراك عاد كوري، واللي يسوي مقالب ما هو مرجع. والله يا الربع اصور لكم، قال وخر المخنز هذا. طيب المخنز هذا رزقي يا ابوي الله يطول عمرك، المخنز هذا في ملايين المحبين. المخنز هذا خلاص تهبدني بالكلام تسلكني، خلني اصور قدني بستفيد. صدق اني سويت كل البروفات اللي سويت. ارحب. كلم من؟ ايش؟ كلم من؟ ما اكلم. كيف؟ المهم سويت كل البروفات صراحة، والله يغفر الذنب، والله اني حلفت. بس قلت بيني وبين نفسي اني كذاب، جاب القرآن قلت لا والله اني كذاب صراحة، والله اعترفت لي وعلمت. ولا ابشركم يعني استسمحت منه وقلت هو راضي، نحمد الله ونشكره. وبيني وبينكم حركتي ما لها داعي صراحة، يمكن في ناس يشوفوني تأثرون ولا ورعان هنا ولا مو ورعان، مراهقين ولا شيء تأثرون. ترى تصرفي غلط، والله تصرفي غلط واستاهل. انا اشتري جاني والله اني قليل في حق، والله نستاهل اكثر والله. لو يعني لو انا مكان بوي صراحة، ولو اني مكان بوي وسويت التصرف هذا بعطيه السيارة. استاهل والله يعطيه السيارة، يطلع اكشت ولا يشوف. تراني احب بوي وعادي يقول الكلام اللي يقوله، والله اجعلني في دار جودة. ولو اني مكان بوي وانا الولد بعطيه السيارة، استاهل. روح اكشت عليها هذه.